الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة، وبعد. باب الكفارات. قال: باب يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يحلف بها. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف من ثقات الإثبات والعلماء والجماعة، حدث محمد بن مصعب وهو من الثقات، عن الأوزاعي علامة الشام عن أبي كثير والذي قال: لا ينال العلم براحة الجسد، من الثقات الأثبات، عن هلال ابن أبي ميمونة وهو من الثقات، عن عطاء بن يسار وهذا تبعي وعن تبعي أيضا، عن رفاعة الجهني رضي الله عنه وأرضاه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حلف قال: والذي نفس محمد بيده. ورواه أيضا روى عن رفاعة برواية أخرى قال: كان يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم التي أحلف بها أشهد عند الله والذي نفسي بيده. فرأة عن سالم عن أبي قال عن ابن عمر يعني قال: كانت أكثر أيمان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ومصرف القلوب. وفي رواية أبي هريرة وإن كان فيها ضعف كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم لا وأستغفر الله، فما كانت هذا، ولذلك الرواية ضعيفة. الأيمان هي جمع يمين، الأيمان هو جمع يمين وهو الحلف والقسم، وهو ذكر معظم عند السامع ليصدق كلامه. رضي الله عنكم وزدري أحسن الله عليكم جميعا. ذكر معظم عند السامع ليصدق ما يقول، وهو طعم، هو يحلف عن على شيء، يحلف على شيء يريد من يسمعه شيء مهم يعني أن يصدقه، فيأتي بمعظم أمامه. اللهم أمين، اللهم أمين، رضي الله عنكم وأرضاه، أحسن الله عليكم، جزاكم الله خيرا. فريق العمل رفع سنن ابن ماجه، وهذا أيضا فعل باشمهندسة رضي الله عنها، أحسن الله إليها، جزا الله خيرا أيضا، رضي الله عنك يا ناهد، أحسن الله عليك، جزاكم الله خيرا في رحاب الله، عليكم السلام وبركاته. ضحى تقول: أقترح أي شيء حل أزمان يمكن تسجيل اللايف وتحميله حال انتهاء وتم تنزيله على اليوتيوب أو السند. أنت الآن تأخذين من هو أضل من بعيد أهله، تكلمينه على أمور قد أصم آذانه وعمى نظره أن يبحث فيها. أنا ما أعرف، أنا حتى ما أعرف أدخل الفيس، أنا ابني أنس والذي يدخلني ويخرجني، والزوم الذي يفعلونه هذا ما أعرف كيف أفعله. عندنا محاضرة اليوم ما أدري سأبدأ بها ولا مش أبدأ. المهم كان المحاضرة الساعة الرابعة، الكلام هذا أي أكيد يوجه لفريق العمل، فهم يبدأوا يفهموا كيف يعملونه. هو التقصير أكيد مني مش منهم، لكن أنا أعرف أنهم أحرص الناس على الخير، كيف يضيعون مثل هذا؟ هذا الذي يزعجني فقط، هذا الذي أزعجني. الحمد لله. عامة القسم، والقسم لا يكون، أو اليمين، القسم لا يكون إلا بالله، القسم لا يكون إلا بالله. ولذلك احنا سنرى هذه المسألة، مسألة القسم بغير الله، أو ده الباب اللي جاي هو مهم جدا، ونتطلع حتى على أقوال المذاهب في هذا الباب، لأنه أنا أتعجب جدا من الذي ينازع ويحارب وأنه يقول ده كشرك أصغر. فالقسم يكون بالله بذاته المقدسة أو بأسمائه الحسنى أو بصفاته العلى، على الخلاف الذي ورد بين العلماء في الصفات الخبرية والقسم بها، وأيضا القسم بأفعال الله جل في علا، يعني الصفات الفعلية، لا هو مقلب القلوب، لا هو مصرف القلوب. نعم، القسم بذاته: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، إلى آخر الآيات. أيضا القسم بصفات الله جل في علا، كما يقول: الذي نفسي بيده، والذي نفس محمد بيده. المشكلة مش كثرة الأحلاف، المشكلة في الوقوع في الشرك. فريق العمل بيبدي 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 مش اعتذار، بيراجعني بيقول: الدروس غير موجودة أيام من قبل 2013، أما ذلك فكل الدروس مسجلة ومرفوعة في أكثر من جهة. الحمد لله، الله أكبر. أعتذر لكم لو أنا تطاولت أو اجتزت حدودي في هذا الباب، لكن يحزنني جدا أن الدروس غير موجودة، يحزنني جدا 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 في هذا المجهود الذي يعني الحمد لله على كل حال. الدعوة لله الدكتور عاصم إسماعيل رضي الله عنك يا دكتور، أشكر لك فضلك وحسن أدبك
أنا ليس معي رقمك، وأيضا أنا ليس معي هواتف الآن، هواتفي ليست معي، يعني مش الأرقام مش معي، هي مغلقة وكده وزي. طيب القسم قلنا قسم بذات الله المقدسة بأسماء الحسنى بصفاته العلى، والخلاف على الصفات الخبرية في القسم بها. وهنا قال يمين رسول الله، كيف كان يقسم النبي صلى الله عليه وسلم؟ وطبعا سأرجئ في قولي أفلح وأبي وقولي لعمري لمن أكل برقي باطل، كل ذلك سأرجئ للباب القادم اللي هو في النهي عن الحلف بغير الله، لأنه باب بصراحة باب بحث لا بد أن نتكلم فيه، لأن جمهور الفقهاء يقولون بأن الحلف بغير الله على الكراهة. هذا أمر صراحة يجعلنا نتعجب من الفقهاء وعلى ما يفعلون، فلله الحمد والمنه. طيب في قوله هنا الحديث بأسرها دلت على أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني سمع الصحابة الكرام كثرة يمين النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا أن دائرة حلف النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يحلف والذي نفسي بيده، وأيضا لا ومصرف القلوب، لا ومقلب القلوب، وهذا حلف صريح بالله تعالى، إذ النفوس العباد وقلوبهم بيد الله، ففيها إثبات اليد لله جل في علاه، يمسك بها ويقلبها، وهذا ثبت. فلما نقول بقى لابد أن نحور ونكور ونذهب للغة ونذهب للإنجليزية؟ لما ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك عن ربه؟ كان هو أولى به أن يحيلها، أن يعرض بها، أن يؤولها، كان أولى به. يعني هنا النفوس بيد الله جل في علاه، والقلوب بيد الله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم القلوب بين إصبعين وأصابع لا يقلبها كيف يشاء، ويقدر الآجال يحيي ويميت، ويسر في القلوب ويقلبها كيف يشاء، يهدي ويضل، ويثبت من يشاء من عبادي، ويزيغ ويثبت من يشاء، يثبت قلب من يشاء من عبادي، ويزيغ من يشاء. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم ما يقسم بهذا القسم إلا لأمرين، الأمر الأول في قسمه لا ومقلب القلوب، لا ومصرف القلوب، حتى أول شيء ينتبه السامع ويلتفت ويعلم بأن هدايته وثباته على الهداية، هدايته وثباته على الهداية ليست بيد أحد، بل هي بيد الله جل في علاه. وهذه مهمة جدا، هذه المسألة من الأهمية بمكان، لأنها تميل القلب، يعني تميل ميلا عظيما لربهم جل في علاه. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يقول وقلبي بيد ربي ولا أدري أيثبت أم لا يثبت، والذي يثبته هو الله جل في علاه. لذلك كان يقول لا ومقلب القلوب، لا ومصرف القلوب، والله تعالى قال إن الله يحول بين المرء وقلبه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فأيما قلب أراد أن يقيمه أقامه، وأيما قلب أراد أن يزيغه أزاغه. وفي قوله والذي نفسي بيده، قد قال الله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. وفي دعائه والذي نفسي بيده أن الأجل بيد الله جل في علاه، وأن المرء عليه أن يعلم أن نفسه وروحه بيد الله جل في علاه، وأنه إليه راجع، فعليه أن يسارع في الخيرات والطيبات والصالحات حتى إذا تمثل بين يدي الله جل في علاه كان ممن نجا من عذاب الله ومن عقاب الله جل في علاه. فما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله، ليس بينه وبينه ترجمان، فيلخي عليه كنفه ويقول عبدي أتعلم ذنب كذا أم كذا وذنب كذا أم كذا، يقول نعم. فيقول له عندما ينظر الرجل إلى ما قدم، ينظر أي منه ما يجد إلا ما قدم، ينظر أشهم منه لا يجد إلا النار، يحسب أنه قد هلك، فيقول الله له سترضى عليك في الدنيا وإني أغفرها لك اليوم. وهذا كله كما قلنا ما ليس فيه ثمة نزاع، وهو فيه إثبات أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا أو أقسم بما ثبت من صفات الله جل في علاه، وهذه الصفات جل في علاه، وهذه الصفات صفات تليق بجلال الله وكمال الله سبحانه جل في علاه. وهذا الحديث العلماء يعني فائدة الفقهية، العلماء يقولون وتنعقد اليمين بذات الله المقدسة بأسماء الحسنى وصفات العلاه، لأنه اليمين بغير الله لا تنعقد، اليمين بغير الله لا تنعقد، ليست يمينا، لا تنعقد، يعني لا يجعلون لها كفارة،
وهذه وإن دلت كيف يقولون بالكراء هنا الآن ويجعلون لا تنعقد وكيف تكون يمين؟ عجب عجاب هذا، إلا أن يقول هي ليست بيمين أو هي مما درج على لسان العرب، هذا أمر آخر. فهنا لا نزاع في ذلك أنه يعني أي صفة تنعقد بها، أي صفة من صفات تنعقد بها اليمين، إلا كما جميع صفات الخبرية في خلاف عليها، لكن هنا صفة والذي نفسي بيده ثبت الآن وثبتت. فالفقهاء في النظر الفقهية لهذا الباب يقولون إذا انعقد اليمين بها، إذا حنث فعليه الكفارة، إذا حنث فعليه الكفارة. نعم، إذا اليمين تنعقد بذات الله المقدسة بأسمائه الحسنى بصفاته العلى، وإذا انعقدت لابد من البر بها، إذا حنث فعليه الكفارة. الفوائد المستنبطة: فعل النبي تشريع، جواز القسم عند الحاجة لا سيما رضي الله عنكم المغربي، لا سيما قول الله جل في علاه واحفظوا أيمانكم، ومع ذلك يقسم، ولذلك نحن نقول جواز القسم عند الحاجة، لأن النبي إذا أقسم دون أن يستقسم فإذا الذي سيأتي به أمر جلل فانتبهوا. عظمة الله تأبى أن يقسم بغيره. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.